خلينا نعرف المزيد من التفاصيل عن استعدادات الزراعة للموسم الصيفي مع الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، اللي بيسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور أشرف. صباح الخير على حضرتك أستاذ باسم ومشاهدي القناة الكرام. صباح النور، منورنا يا دكتور في هذا الصباح، واسمح لنا أن احنا نتحدث مع حضرتك عن الدور والمردود الإيجابي للعدد الكبير من لجان المرور التي مرت على الزراعات المختلفة، سواء في تقليل الفاقد أو في زيادة نسبة الجودة فيما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، سواء كان للاستهلاك المحلي أو حتى للتصدير يا دكتور. ذلك في الواقع دور كبير وله أهمية حيوية، دور وزارة الزراعة بمختلف أجهزتها كما أشرت حضرتك، يعني أوشك الموسم الشتوي على الانتهاء ونحن على أعتاب حصاد المحاصيل الشتوية الرئيسية وأهمها القمح وبنجر السكر على سبيل المثال، ولكننا نستعد للموسم الصيفي من خلال استعدادات أعداد الأرض للزراعة ولجان للمتابعة الميدانية كما أشرت حضرتك، بالأخص في مجال مكافحة الآفات والمحاصيل الصيفية. هذا العام لأول مرة يتم إعلان أسعار ضمان للمحاصيل الصيفية، هذه أول مرة في تاريخ مصر يتم إعلان يطبق هذا الموضوع. أسعار ضمان للمحاصيل الصيفية، محاصيل في غاية الأهمية واكتسبت أهمية كبيرة بعد الأزمات المتلاحقة، أزمة كوفيد 19 مرورا بأزمة سلاسل الإمداد انتهاء بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. محاصيل الذرة الشامية وعباد الشمس وفول الصويا، ومصر بتستهدف التوسع في هذه المحاصيل خصوصا أنها مصادر أساسية للزيوت النباتية، واللي يعني عايزين نتوسع بشكل كبير، أو في الخطة الموضوع أن يتم التوسع فيها في زراعتها بشكل كبير يا دكتور أشرف. هذا صحيح، واستراتيجية يعني منضبطة في هذا الإطار، وتم إعلان أسعار ضمان يعني لفول الصويا سعر 18,000 جنيه للطن، وعباد الشمس 15,000 جنيه للطن، والذرة الشامية البيضاء 9,000 جنيه للطن، والذرة الصفراء 9,500 جنيه. وإعلان هذه الأسعار تم قبل موسم الزراعة بفترة كافية، نعم، من أجل تشجيع المزارع، الهيئة العامة للسلع التموينية لاستلام تلك السلع. وبالتالي من الأهمية بمكان الاهتمام بالإعداد لتلك المحاصيل، توفير المقررات السمادية المطلوبة لها. ويعني لقد افتتح الرئيس منذ وقت قريب مجمع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة، هذا يصب في إطار توفير الأسمدة المطلوبة للمزارعين فضلا عن تصدير الفائض. أيضا مش هننسى طبعا محصول القطن يا دكتور أشرف، ويعني محصول مهم جدا مع عودة الريادة المصرية لي بشكل كبير في الفترة الماضية مع جهود الدولة المختلفة في الحفاظ عليه وتنميته، وعودة القطن المصري إلى سابق عهده، متفائلين بشكل كبير بهذا الموسم الزراعي الصيفي. جزيل الشكر لحضرتك إذن على انضمامك إلينا الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا يا دكتور.